أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. عقد مجلس محافظة درعا أمس مؤتمره السنوي لرؤساء المجالس المحلية لمناقشة المستجدات التي طرأت على الثورة السورية. وبحث الاجتماع الذي شهد مشاركة مسؤول الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب بحث التطورات الميدانية ووقف إطلاق النار في جنوب البلاد. وأكد مجلس درعا أن خروقات النظام لاتفاق وقف إطلاق النار في درعا كثيرة، مضيفا أنه لا ضمان للاتفاق حتى اللحظة. رصدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تحركات لعربات عسكرية تابعة للمتمردين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في ضواحي صعدة والحدبة. ووفق مصادر في قوات التحالف، فقد رصدت التحركات في محيط منشأة تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعدت قوات التحالف ذلك انتهاكا للقانون الدولي بسبب استغلال الحوثيين الحماية الخاصة التي تتمتع بها مقار المنظمات الدولية بغرض استخدامها للعمليات القتالية. بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة تطورات الوضع السياسي. وأكد السراج في مؤتمر صحفي مع المبعوث الدولي ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا. من جهته أكد سلامة عزمه العمل مع كل الأطراف الليبية للتوصل إلى تسوية للأزمة. وفق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تستهدف صادرات بيونغ يانغ من الفحم والحديد التي تزيد قيمتها عن مليار دولار سنوياً. ووضع قرار مجلس الأمن 9 شخصيات مرتبطة بالحكومة وأربع جهات في كوريا الشمالية على القائمة السوداء. وقد رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة بدعم الصين وروسيا هذه الخطوة. خسر العداء الجامايكي الأسطوري يوسين بولت السباق الأخير له في المائة متر بمسيرته بحلوله في المركز الثالث ببطولة العالم المقامة في العاصمة البريطانية لندن. وخسر بولت أمام غريمه البريطاني جاستن جيتلن الذي أنهى السباق في 9.92% من الثانية، في حين حل الأمريكي الآخر كريستين بولمن ثانياً متقدماً على بولت بثانية واحدة، ليخفق بذلك أسطورة السرعة في إنهاء مسيرته في 100 متر بذهبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.